فنان أدهم نابلسي اعتزل، ما السبب؟ أعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي اعتزاله الغناء، وقدم السبب في فيديو نشره على حسابه الرسمي عبر فيسبوك قائلا: هذا الفيديو لأقول لكم خبرا سعيدا جدا بالنسبة إليه. كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف بماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين. أضاف الفنان الأردني: ليس هناك مشكلة أن يكون لدينا أهداف، ولكن يجب أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين. بالنسبة لي، الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين. الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم. لقد اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم. هذه ليست النهاية، وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة. الفنان أدهم دياب فريد نابلسي من مواليد 20 نوفمبر 1993، ولد في الأردن، وهو مغني أردني يحمل الجنسية الأردنية. هو الابن الأصغر في العائلة، لديه أخت وأخين. كان متسابق في إحدى برامج الغناء. أدهم نابلسي استطاع أن يتخطى الصف الأول لأغنيته التي حصلت على 100 مليون خلال 5 أشهر. تميز أدهم بموهبته وصوته القوي ووسامته أيضا، واكتشف الموسيقى فأصبح من كبار الفنانين. وقد كانت والدته مصدر دعم قوي له، حيث اكتشفت موهبته منذ صغره، شجعته على الغناء، وهي من دفعته ليشارك في هذا البرنامج. رغم من أنه كان مترددا كثيرا، ولكنه حقق من خلاله نجاحا كبيرا. تزوج المطرب الأردني الشاب أدهم نابلسي من ليليان، والتي قال عنها أنها قصة حبه منذ الطفولة. وقد أشار أدهم في أحد اللقاءات أن ليليان زوجته تشغره ب4 سنوات، أنها تدعمه دائما وتتابع معه جميع التعليقات من جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تزوج أدهم في عام 2013. وشكرا لكم على المتابعة، دمتم في أمان الله. السلام عليكم، كيف صحتكم؟ إن شاء الله تكونوا جميعا بخير. حبيت أعملكم هذا الفيديو عشان أحكي لكم خبر سعيد جدا بالنسبة لي، وإن شاء الله يكون سعيد جدا بالنسبة لكم. بس قبل ما أحكي هذا الخبر بدي أحكي نقطة صغيرة، إنه كل شخص فينا في عنده أهداف بحياته، في عنده أحلام، ودائما بحاول إنه يحققها وبتعب ممكن عشان يحققها. بس هل سألت نفسك لما توصل لهذا الهدف أو الأهداف اللي أنت حاططها بحياتك شو راح تحس؟ هل راح تحس بالإنجاز؟ هل راح تحس إنه أنت خلص ما راح تحلم مرة ثانية، ما راح تحط أهداف جديدة، أو راح ترجع تحط أهداف جديدة وترجع تحققها؟ بصراحة هذا الموضوع خطر ببالي، لأنه مش هذا هو الهدف الرئيسي لوجودنا بالحياة. الهدف الرئيسي لوجودنا بالحياة ممكن في كثير ناس غافلين عنه، وأنا واحد من الناس اللي كنت غافل عنه. إحنا وجودنا بالحياة عشان نرضي رب العالمين، نعبد رب العالمين، ونكون مثل ما ربنا أمرنا، لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمش مشكلة يكون عندك أهداف، بالعكس صحي جدا أن يكون عندك أهداف، وصحي جدا أن أنت تحاول دائما أن أنت تنتج وتعمل الشغلات اللي أنت بتحلم فيها، بس يكون متناسق هذا الهدف مع هدف وجودك بالحياة هو عبادة رب العالمين، ويكون كل شيء انت بحياتك بتعمله عارف انه في صح وفي غلط، وتحاول دائما تعمل الاحسن. فبالنسبه لي بصراحه الهدف اللي انا كنت ماشي فيه والحلم اللي انا كنت عم بحاول احققه بصراحه ما بيرضى رب العالمين. واغلب الناس اللي قراب مني بيعرفوا ان انا من زمان بحكي لهم رح يجي يوم واني انا اوقف. فالحمد لله وفضل الله اجى هذا اليوم، وهذا هو الخبر السعيد جدا. انا حبيت احكي لكم انه الحمد لله انا اعتزلت الغناء، وبشكركم على دعمكم المستمر جميعا، وبتمنى انه هذا الدعم يستمر لقدام، لانه هاي معناتها مش النهايه، بالعكس مش راح اختفي، يمكن راح تشوفوني اكثر، راح تعرفوا علي اكثر على طبيعتي، وبتمنى تشاركوني رحلتي الجديده. وشكرا جميعا على كل دعمكم، وشكرا جميعا على كل هالسنين، وبتمنى اللي جاي يكون افضل لي ولكم، وبتمنى لكم الخير. شكرا لكم، وراكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.